وباء شرس ومميت أدخل الصين في حالة طوارئ صحية. رغم التقدم الطبي إلا أن منظومة الرعاية الصحية كانت على وشك الانهيار. لولا صرامة الشعب الصيني وصموده في وجه هذا الوباء الذي حصد آلاف الضحايا. ووهان جوهرة من جواهر المدن الصينية وقطب من أقطاب الاقتصاد هناك. تستيقظ هذه المدينة الراقية نهاية العام المنصرم على أنباء مرعبة قادمة من المستشفيات. إصابات شبيهة بإصابات المتلازمة التنفسية الحادة سارس ظهرت منذ 8 ديسمبر العام 2019. سرب الإعلام أن أول مصاب كان مالكاً لمتاجر في سوق ووهان الرطبة للأسماك والحيوانات البرية، ما أدى إلى إغلاقه في الفاتح من جانفي 2020. أغلقت مدينة ووهان بالكامل ووضعت مقاطعة جوبي تحت الحجر الصحي، وأبدت السلطات الصينية من البداية صرامة وانضباطاً في التعامل مع الوباء الذي انتشر في هذه المدينة كما تنتشر النار في الهشيم. فيروس كورونا المستجد شرس في عدواه، سريع الانتقال بين الناس. منتصف جانفي 2020 تؤكد الصين أول حالة لفيروس كورونا مخبرياً، لتكشف بعدها عن 40 إصابة جديدة. بعد يومين زحف الفيروس إلى عديد الدول الآسيوية منها تايلاند وكوريا الجنوبية واليابان، وأصبحت آسيا كلها في حالة تأهب قصوى. وفي أقل من 10 أيام انتقلت العدوى إلى أوروبا. في الصين وحدها تجاوزت عتبة 10,000 إصابة أواخر جانفي، واستمر الارتفاع السريع في عدد الإصابات. في تلك الأثناء أعلنت منظمة الصحة العالمية أن الوباء انتشر في 20 دولة حول العالم، وهو يشكل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا. فقدت الصين إلى الآن أزيد من 4,600 ضحية جراء الوباء، غير أنها تحكمت في الوضع وانتصرت على الفيروس الشرس ورفعت الحجر الصحي وفكت الخناق على مدينة ووهان، وأضحت رائدة ومرشدة للدول المتضررة في التعامل مع هذا الوباء المجهول الذي لا زال يرهق العالم بأسره.